أكرم رشيد الحوراني، أحد أبرز الشخصيات السياسية المعروفة في تاريخ سوريا الحديث، ابن مدينة حماة ومؤسس حزب العربي الاشتراكي، والذي اتحد مع حزب البعث عام 1952 بعد الاتفاق بين الحوراني وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار تحت اسم حزب واحد سمي حزب البعث العربي الاشتراكي. شخصية أثير الجدل حولها كثيراً نظراً لدورها في التحولات السياسية الكبرى داخل سوريا. بدأ أكرم الحوراني كتابة مذكراته في منفاه عام 1972، ثم بدأ نشرها في صحيفة الشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تصدر عن دار مدبولي في القاهرة في أكثر من 3600 صفحة، وتم منعها في سوريا نظراً لما تحتويه من تفاصيل مهمة عن واقع سوريا السياسي وكيفية احتكار السلطة من قبل اللجنة العسكرية. هو أبرز السياسيين السوريين في عصر مضى، أو لعله أبرزهم على الإطلاق. كان مالئ الدنيا وشاغل الناس، ابن حماة في أوائل القرن، نائب حماة في أواخر مرحلة الاستعمار الفرنسي، نائب حماة في أول الاستقلال، رئيس المجلس النيابي قبيل الوحدة، نائب رئيس الجمهورية المتحدة، أي نائب الرئيس عبد الناصر ورئيس المجلس التنفيذي. هو نفسه يحكي في مذكراته أنه احتار كيف يبدأ بسرد حياته، هل يبدأها من الطفولة أم يبدأها من عام 1936، وهي مشاركته في أول نشاط سياسي، لأنه ذهب بعدها بأربع سنوات مع مجموعة من الشباب الحمويين لمشاركة العراقيين في ثورة رشيد علي الكيلاني، وفي طريق عودته قبضت عليه الشرطة وسجن، وبدأت مسيرته بالانقلابات والسجون. منعت مذكرات أكرم الحوراني من التداول في سوريا، ولم تكن حاضرة في المكتبات ومعارض الكتب، على الرغم من أن الحوراني غادر سوريا قبل تولي حافظ الأسد، ولكن يبدو أن ما حوته في صفحاتها من وثائق تاريخية وسرد تفصيلي لكل تلك المراحل المفصلية في تشكل البعث منذ مهده كانت سببا في منعها. طبيعي أن تمنع، لأنه يقول كلام عن حافظ الأسد وعن رفعة الأسد وعن آل الأسد كلهم وعن سرقاتهم ما لا يقاس بأي نقد آخر، بالإضافة إلى أنه يحمل الأسد شخصيا مسؤولية نكسة، ليس فقط مسؤولية الهزيمة في النكسة، إنما يقول أنه سلم الجولان دون قتال، ويقدم مجموعة من الوثائق، ويمكن هي الوثائق التي يعتمد عليها كل وسائل الإعلام حاليا في اتهام حافظ الأسد ببيع الجولان أو تسليمه دون قتال. الشخص نفسه كان ممنوع من سوريا، يعني هو وكل ما يتعلق به، فلم يجرب، أعتقد أنه لم يجرب أن يطبع في سوريا أولا على الإطلاق. طبعت بعد وفاته، وطبعت بفضل أصدقائه وورثته وزوجته، وطبعت في مطبعة نشرتها مكتبة مدبولي الشهيرة في القاهرة عام 2000. كتب مذكراته الله يرحمه بباريس، وكان في النار، في توفى هلا، كان هو يعني يحتضنه يدير باله عليه، يعني يأمن أكله وشربه وكذا. سركيس سركيس
مجموعة من الرفاق، أذكر منهم طلع على التلفزيون الدكتور أحمد الخطاب. أكرم الحوراني لعله من الجيل الذي وعى أو لعله يمثل بصورة واضحة وجلية الجيل الذي وعى أهمية السياسة في تحريك المجتمعات وفي استنهاضها. ومنذ يفاعته أسس حزب الشباب في حماة واندفع إلى دعم ثورة رشيد علي الكيلاني الاستقلالية في العراق، ثم عندما كان نائبا اندفع إلى الالتحاق بالمجاهدين وتطوع كعسكري مع رفاقي في حرب 1948 ضد الصهيون ضد إسرائيل. كتب أكرم الحوراني مذكراته خلال تنقله في مجموعة من الدول التي استقر فيها بعد مغادرته سوريا عام 1968، بدأ بكتابتها في العراق عام 1971 ثم في باريس قبل أن يدركه الموت في عمان عام 1996، وكانت البداية مع مشوار نشرها في صحيفة الشرق الأوسط، ثم صدرت بعد موته مطبوعة في مجلدات أربعة. المذكرات 3500 صفحة، وحكى مطولا ما عن حافظ الأسد، بس حكى عن كل اللي حكمه سوريا. وكان مر هو على سجل البعثيين، يعني مثلا أهم سمة لنظام البعث كان الاستبداد الديكتاتورية، تصفيت المناضلين، يعني سجل حافل من السلبيات. علاقة حزب البعث بالحوراني ظلت ملتبسة ومرتبكة، فهو يروي الكثير، يعني من نشاهد أغلب مذكراته فيها انتقادات لعفلق، فيها انتقادات للبيطار، فيها انتقادات لضباط الحزب الكبار، ويوجه أغلب انتقاداته إلى حركة 23 شباط والضباط الذين قاموا بها، وعداؤه القديم والرهيب لحافظ الأسد والفئة التي حكمت بعد الحركة التخريبية التي يسمونها بالإعلام السوري الحركة التصحيحية بعد عام 1970. هذه المذكرات بدأ بكتابتها بالواقع عندما أعلن أنه اعتزل العمل السياسي في أوائل 1971، عندما كان في لبنان مطرودا من سوريا، ممنوعا من الاستقرار فيها، وبعد أن تعرض عدة مرات لي إقامة جبرية واعتقال، أدرك بأنه دوره السياسي انتهى، أصبح منفيا مكروها نتيجة معارضته لعبد الناصر ولميشيل عفلق وحزب البعث ولسلطويات الأحزاب والقوى العسكرية. أدرك أنه دوره السياسي انتهى، فانصرف إلى كتابة المذكرات منذ أوائل السبعينات، ولم يتم بسرعة، وتطلب منه ذلك وقتا طويلا، لأنه حولها في الواقع حول إلى وثيقة هامة عن تاريخ سوريا الحديث. حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي الجبل الشامخ.
شغل الحوراني مناصب عدة في سوريا قبل انقلاب البعث، كان أولها وزير الزراعة عام 1949، ثم وزيرا للدفاع في حكومة خالد العظم عام 1949 أيضا، حيث اتهمه الكثيرون من خلال توليه لوزارة الدفاع ودوره في الانقلابات اللاحقة بتمكين ضباط الأقليات من حكم سوريا. وفي ذلك يقول الكاتب السوري البارز غسان الإمام: لم يورد الحوراني الداهية حرفاً واحداً في مذكراته عن دوره غير المباشر في كارثة وصول عسكر الطائفة العلوية إلى حكم سوريا منذ منتصف الستينات إلى اليوم. في عهد الوحدة شغل أكرم الحوراني منصب نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة ووزيراً للعدل المركزي، لكنه حين اكتشف أن المنصب كان شكلياً وأن عبد الناصر يتعامل معه باستهانة غادر مصر مستقيلا من مناصبه، وراح يشن حملة شعواء على عبد الناصر متهما إياه بمغازلة ما أسماه الرجعية السورية. وقال عنه في مذكراته: مع الأسف الشديد فإن جمال عبد الناصر دق بحملاته الهوجاء علينا دون مبرر، اعتمادا على الرجعية السورية المسمار الأول في نعش الوحدة. نحن بالعلاقة مع المرحوم جمال عبد الناصر، الأستاذ أكرم زار مصر قبل الوحدة ودرس الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمصر، وعطى رأيه أنه لا يمكن بناء وحدة مع نظام عبد الناصر. بمصر عبد الناصر رجل وطني وعروبة لكنه مستبد، بينما بسوريا في حركة حزبية ناشطة مبنية على أساس الديمقراطية، وكان في من أهم علائم الديمقراطية في سوريا في هذاك الأوقات كان في تعددية حزبية. أكرم الحوراني يروي الكثير عن ذكرياته مع عبد الناصر، عن تأسيس الوحدة، كيف أن الحزب كان يريد وحدة على مراحل فيدرالية أو كونفدرالية، لكن عبد الناصر فاجأ الجميع وقال لهم في اللحظة الأخيرة في اجتماع بالقاهرة أنه يريد وحدة اندماجية. حلت الوحدة وخلافه مع الإدارة الوحدوية مع عبد الناصر وطريقته الفردية البوليسية ومع توليته عبد الحميد السراج ومشير المشير عامر السيطرة على سوريا ونقده إليها لها. المرحلة البعد اللاحقة كانت مرحلة الانفصال وتمايز نضاله عن نضال البعثي والناصريين. دخلت سوريا مرحلة الانقلابات العسكرية الشهيرة بين عامي 1949 و 1951، حيث بدأ الجيش بالتدخل في الحياة السياسية خلال تلك الفترة، ويرى كثيرون أن للحوراني دور مهم في تلك الانقلابات، وخاصة في انقلابي أديب الشيشكلي. وقد دافع الحوراني عن نفسه من خلال مذكراته وتحدث عن موقفه من تلك الانقلابات المتعاقبة. السياسي كان مؤثر وبارز لدرجة أنه كثير من الكتاب والمحللين يزعمون بأنه صانع الانقلابات الأول في سوريا والمتدخل. وبغض النظر عن هذا الرأي، يعني لا شك أنه كان له دور كبير وكان مؤثر، ولم يكن هناك انقلاب يعني عسكري أو تغير سياسي إلا وكان يعني له دور ما فيه أو في الرد عليه أو في تصحيحه أو في تطويره. ويأخذ عليه خصومه دائما أنه هو الذي أسس لقيام الانقلابات في سوريا، بسبب أولا صداقته وقربه من حسني الزعيم،
وهناك من يقول بأنه هو الذي كان وراء انقلاب حسني الزعيم. حتى باتريك سيل مؤرخ الأسد أو سوريا الأسد كما يسمونها في الإعلام السوري يتهم بأنه عمل مستشارا قانونيا عند حسني الزعيم وكان وراء الكثير من تحركاته. بمرحلة أديب الشي شكله كانت علاقة تعاون نضالي لإطاحة هذا النظام المستبد، نظام المرحوم أديب الشي شكله. ولكن بعد ذلك فرز الموضوع وتبين أنه البعث له أهداف أخرى. يعني بالوقت اللي الاشتراكيين العرب كانوا عم يسعوا بجد وجدارة وصدق لبناء الوحدة العربية، كانوا البعثيين بيحكوا هالكلام لكن بالحقيقة بيشتغلوا مواضيع أخرى. يصف أكرم الحوراني في مذكراته ما حصل في 8 آذار عام 1963 بالانقلاب، ويتحدث عما جرى في ذلك الوقت وكيف سيطرت اللجنة العسكرية على الحكم في سوريا من خلال الحزب الذي كان الحوراني أحد أعمدة وجوده، ويبحث في علاقة تلك اللجنة بمصر وكيف تم تشكيلها. سمى انقلاب بينما هني بيقولوا ثورة البعث. هو سوريا كانت تعيش مرحلة هامة جدا قبل 8 آذار، مرحلة التحضير لإقامة دولة ديمقراطية تعددية في سوريا. ولكن الانقلابات يعني هلا في ناس بيقولوا انه اكرم الحوراني الله يرحمه وراء الانقلابات بسوريا، هذا الكلام غير صحيح. الاستاذ اكرم كان يعمل لبناء الديمقراطيه في سوريا. في احداث 63 يربطها تماما بما جرى ب 68 وبهزيمه حزيران، لأنه منذ ذلك الوقت بدأ الصراع في الجيش يتبلور ويقسم الفرق الحقيقة بحسب الأقليات، وهذا ما جعل البعض يتهمونه بأنه كان يروج للأقليات داخل الجيش مع أنه ليس من الأقلية. بالمناسبة أكرم الحوراني من قرية جاسم، من جده من قرية جاسم، وما انتقل في حماة وأقام في الحارة التي حملت لاحقا اسم حارة الحوارني. بالنسبة لعلاقته بحافظ الأسد لا يبدو أنها كانت جيدة منذ البداية، يعني من الطبيعي أن تكون ساءت لاحقا، وحكى عنه الكثير من المعايب والتشجيع الطائفية داخل الجيش وغدره بأصدقائه والذين تعاونوا معه في الانقلاب. لكن أرجح، وهذه قضية تدخل في تاريخ سوريا السياسي بصراع الريف والمدينة، الحوراني لم يعرف عنه الفساد، فالنظام حافظ الأسد ومنذ أيام الأولى اشتهر بالفساد وكانت فضائحه شائعة. ورغم أنه عمل 6000 حملة لمكافحة الفساد لكن كل سنة يزداد الفساد بدل أن ينقص. ربما طبيعة الجيل السياسي الأول في سوريا والحوراني منه أنه كان عنده هذه الكرامة الوطنية فيما يتعلق بأنه لا يجوز للسياسي الكبير أن يكون فاسدا. كانت إشاراته إلى حافظ أسد كوزير دفاع في حرب حزيران عندما كتب مقالا شهيرا في عام 88 في مجلد اليوم السابع التي كان يديرها في باريس بلال الحسن، أشار إلى
الأسباب، وأشار إلى دور حافظ أسد كوزير دفاع أعلن الانسحاب من القطرة قبل أن يتم احتلالها. ونشر وذكر في مجرى تحليلي، في مجرى استعراضي الفترة، بأنه سلمت بيعت القنيطرة مفروشة للاحتلال الإسرائيلي. وثق أكرم الحوراني من خلال مذكراته مرحلة طويلة من تاريخ سوريا، مرفقا في صفحاتها وثائق مهمة عن أغلب تلك المراحل. ولكن يتساءل البعض، هل كان موضوعيا من خلالها أم أنه أغفل وقائعا مهمة؟ وخاصة أن المذكرات عادة تحمل طابعا ذاتيا، وهذا ما اعتدنا أن نراه في أغلب مذكرات السياسي. يمكن اعتبار الحقيقة المذكرات وثيقة هامة بما تحتويه أصلا من وثائق، لأنها حفلت بمعاهدات وبقرارات وبمناقشات وبتحليلات اعتمدت على مصادر عديدة من الصحافة العربية ومحاضر مجالس النواب السوري، ووصولا لحتى مخزونات المكتبة الوطنية في فرساي باريس. هذه مذكرات لا يمكن أن تقرأ دفعة واحدة، لكنها تقرأ على دفعات، وبالتأكيد هي كنز حقيقي للباحثين في التاريخ السياسي. أما الباحثين عن المصداقية فيحتاجون إلى تحليل نصوصها بدقة، لأنه من كتبوا عن تلك المرحلة، وسبق أن أشرت إلى باتريك سيل الذي له قبل كتاب الأسد كتاب الصراع على سوريا، يشير إلى أن الطرفين، يعني الأهم مأسرة في عند أكرم الحوراني هي الإصلاح الزراعي، قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين. فيشير أنه أهدافه مع أهداف ميشيل عفلق وصلاح البيطار التقت آنذاك، لكن لأسباب مختلفة. البيطار وعفلق كانوا نخبة مثقفة ويفكرون بالنظريات والإيديولوجيا، بينما أكرم الحوراني كان عنده نقمة على العائلات الإقطاعية، وهو لا يخجل من ذكر ذلك. توفي أكرم الحوراني في الأردن عام 1996، وبحسب الروايات لم يسمح حافظ الأسد بعودته إلى سوريا خلال فترة مرضه، على الرغم من وساطات عدة، فمات ودفن في منفاه بعد كل ذلك التاريخ السياسي الطويل. ولم يتم نقل رفاته إلى سوريا بعد عودة الأسرة إليها، وأقيم له عزاء في مدينته حماة تحت رقابة أمنية مشددة بحسب رواية نجله جهاد.